عالمنا مليء بالديانات التي تتسم في بعض الأحيان بالغرابة نوعاً ما، فهناك من يعبد الشمس، ومن يعبد الفئران، ومن يعبد الأحجار المقدسة، لكن كل تلك الديانات بما تحتوي عليه لا تساوي شيئاً أمام ديانة الباستا فاريا. سأروي لكم حكايتها، أنا نور الصباح في ملخص القصة. ديانة الباستا فاريا تأسست في العام 2005، يعبد أتباعها وحشاً طائراً على شكل المعكرونة الإسباغيتي باللحم، ويؤمنون بأنه خالق كل هذا الكون بمن فيه. في سنة 2006 نشر أول إنجيل لديانة الباستا فاريا، سمي بإنجيل وحش الإسباغيتي الطائر، وغالبية القصص بداخله مأخوذة من القصص الموجودة بالديانات الإبراهيمية، ولكن بعد تحريفها. تقول تلك الديانة إن وحش الإسباغيتي الطائر هذا كائن غير مرئي، ولا يمكنك قياسه أو الاستدلال عليه بأي وسيلة علمية منطقية، وهو الذي خلق الكون ووضع فيه الجبال والأشجار والأقزام، كما أنهم يؤمنون بالحياة بعد الموت وبالجنة والنار أيضاً. الجنة في الإيمان الباستا فاري يوجد بها شيئان أساسيان، هما براكين الخمر في كل مكان ومصنع للراقصات. جنتهم تشبه نارهم إلى حد كبير، لكن مع فروق بسيطة، فالنار في معتقدهم خمرها ساخن والراقصات بداخلها مصابات بالأمراض. تنتهي صلواتهم في الباستا فاريا بكلمة رامين، وهي دمج لكلمة آمين وكلمة رامن، وهو طبق ذو شعبية كبيرة في اليابان، عبارة عن نوع من حساء المعكرونة تحضر في مرق اللحم. يتخذون المصفاة رمزاً مقدساً لهم، يلتزمون بارتدائها حتى في صورهم الرسمية، دائماً ما يضعون مصفاة المعكرونة على رؤوسهم. يؤمن الباستا فاريون بأن القراصنة ما هم إلا كائنات إلهية مقدسة، وأنهم هم الباستا فاريون الأوائل، وأن السمعة السيئة التي يحظى بها القراصنة في وقتنا الحالي ما هي إلا تضليل من قبل رجال الدين المسيحي في العصور الوسطى، عندما كان القراصنة يدعون للديانة الباستا فارية. ويعتقد الباستا فاريون أن سبب الاحتباس الحراري هو انخفاض أعداد القراصنة بالعالم، ووفقاً لصحيفة تيليغراف البريطانية، فإن ديانة الباستا فارية هي الديانة الأسرع انتشاراً في العالم، ولكن لا توجد أي إحصاءات منشورة عن أعداد أتباع هذه الديانة في العالم. تعتبر ديانة الباستا فاريا من الديانات التهكمية الساخرة التي تسخر من المعتقدات والأديان الأخرى، وهذا يظهر جلياً في كل معتقداتهم المحرفة المكتوبة في كتابهم والمنقولة من الديانات السماوية الإبراهيمية، ولكن بعد تحريفها بغرض السخرية منها والاستهزاء بها. في النهاية، ماذا تعتقدون؟ وهل قرأتم عن هذه الديانة من قبل؟